هنتقل مع حضراتكم إلى موضوع كوفيد كورونا، لأنه في بعض التطورات، لكن خليني قبل ما أتطرق إليه أتطرق لموضوع تاني مهم، وهو نجم كلنا بنعتز بيه، الفنان القدير الأستاذ سمير صبري، اللي خلال اليومين الماضيين تعرض لوعكة صحية، وعلى إثرها دخل إلى إحدى المستشفيات. بعض الأصدقاء بيقولوا إنه يعني الحالة غير مستقرة ولازم ندعي كلنا الأستاذ سمير صبري، لكن لفت انتباهي أستاذ طارق الشناوي الناقد الفني، كان كتب بوست على صفحته على فيسبوك أشار إليه أو من خلاله إلى إنه أستاذ سمير صبري يعني بيتلقى الرعاية اللازمة، وإن شاء الله خلال أيام يخرج من المستشفى. يا رب إن شاء الله يتم شفاء أستاذ سمير صبري على خير، بس حابين نطمن أكتر إن شاء الله عليه، وهيطلعنا على حالته الصحية دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. دكتور أشرف مساء الخير. أهلا بيك يا فندم. برحب بحضرتك معانا، وأرجو تطمنا على يعني نجمنا الأستاذ سمير صبري. لا الحمد لله هو بخير والحالة مستقرة وهو في غرفة عادية. الحمد لله. مش في رعاية يعني ولا حاجة، والأمور مستقرة كلها وتمام، وكنا عنده النهاردة وفد كبير. والحمد لله يعني الحالة مستقرة جدا، ومطمن كل يعني جمهوره وأصدقائه وحبايبه يعني. الحمد لله، يعني إن شاء الله متوقع فعلا يخرج من المستشفى خلال أيام؟ بإذن الله يا رب إن شاء الله، كلنا ندعيله إن شاء الله. والنهاردة كنت معاه وكان في وفد كبير بقول لسيادتك معاه. كانت مدام ميرفت أمين والفنانة إلهام شاهين والفنانة دنيا سمير غانم، وكنت أنا ومنير مكرم، وكلنا قعدنا معاه وقعدنا نهزر ونضحك، وهو زي عوايده يعني. قفشاته وابتساماته وحكاياته. حلو، طب ربنا يطمن حضرتك، لانه كنت عايز اطمئن على الحاله النفسيه، لانه يعني لله. كنت سمعت ان هو متضايق شويه، بس كده الزياره دي كان لها تاثير ايجابي الحمد لله. زي الفل يا فندم، زي الفل. الحمد لله الحمد لله. بشكرك دكتور اشرف ان حضرتك طمنتنا عليه. الله يخليك دكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه، بشكرك شكرا جزيلا. الحمد لله دي اخبار طيبه، وان شاء الله كده يعني نسعد بالاطمئنان على استاذ سمير صبري، ويخرج ان شاء الله من المستشفى في القريب العاجل، وربنا يا رب يتم شفائه على خير.